ها هي مدينة الصخر العتيق قسنطينة تكتسي لوني الأخضر والأسود احتفالاً بمرور 25 سنة بعد المئة من تأسيس أقدم النوادي الجزائرية النادي الرياضي القسنطيني الذي لطالما أسعد السنافر بتحقيقه نتائج افتخروا بها ورافقوه أينما ذهب بأجمل الألحان والتفوهات الإبداعية التي أبهرت الجمهور في الساحرة المستديرة داخل وخارج الوطن. لطالما كان هذا الجمهور المميز يصنع الحدث في أي محفل كروي ينزل به، وها هو اليوم النادي الرياضي القسنطيني يطفئ شمعته وهو رقم مخيف يعكس قوته واستمراريته على مر العقود. نجاح هذا النادي العريق ليس محض صدفة، بل هو نتاج التفاني والإبداع والعمل الجماعي. أعطاني الرسالة شيخ ودرب بن عزوز رحمه الله، خلق في 1898 لأسوا الجمعية هذيك، بدأوا اختيار الألوان وأكد عليها وقال لي ما تنسى الشيء هذا، بدأوا الساعة خيروا الأخضر لأنه الرجاء، ومن بعد خيروا الأسود لأن فرنسا غير كي دخلت على قسنطينة أو على الجزائر وظهر لهم هذوك الناس ربي يرحمهم باللي ما زالت الموت سير وهكذا كان. مع استمرار النادي الرياضي القسنطيني في صنع الفرجة لأبناء الجسور المعلقة فإنه يتطلع إلى المزيد من الإنجازات والتحديات المثيرة في المستقبل. هذا النادي الذي يحمل التاريخ والثقافة الرياضية في قلبه، الذي هنأه أقوى النوادي الجزائرية والأجنبية التي لطالما جمعتهما الروح الرياضية، ويستمر جمهوره في دعمه والفخر بما حققه على مدار هذه السنوات العظيمة. عاش النادي الرياضي القسنطيني لعشاقه أينما كانوا. بحلول عيد الأضحى المبارك، مجمع دزاير تيوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. طازج حلة جديدة وذوق أروع. دزاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.